السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم معنا بقناة عفيفي للتكييف. سبق وعملنا سلسلة حلقات تخص تقييم أعمال التكييف وتقييم المقاولين، طريقة اختيار المقاول، وسلسلة نقيم فيها أجهزة التكييف المركزية. رح نعمل سلسلة جديدة نسميها نصائح هامة تخص أعمال التكييف المركزي، نتحدث فيها في كل حلقة عن نقطة واحدة عشان تكون الفيديوهات قصيرة ويستفيد منها أكبر عدد ممكن. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. في الحلقة الأولى من نصائح تخص أعمال التكييف المركزي راح نتطرق لنقطة مهمة جدا، اللي هي تخص الصرف تبع المياه المتكثفة لأجهزة التكييف. بنشوف في مواقع اللي ينفذها المقاولين التكييف قيام مقاول التكييف بتركيب ما يسميه مجازا بي تراب أو كوع الريحة. غالبية المقاولين للأسف بركب هذه على أساس إنها كوع ريحة أو بي تراب. طبعا بالنسبة لهذه الحقيقة ما هي الهدف منها تكون بي تراب أو كوع ريحة؟ لمنع رجوع الرائحة من نقطة الصرف إلى نظام التكييف. هذه المفروض إنها بس ظهر جمل بنسميها، علشان لو عندي ماسورتين كهرباء أو ماسورتين مية أو ماسورة مية وكهرباء بيتقاطعوا مع بعض يقدروا يمروا من نفس النقطة بالشكل هذا. راح نوضح كيف طريقة البي تراب الصحيح. عشان نوضح ايش هو البي تراب واهميته، ومفروض انه نفهم ايش الهدف منه. البي تراب الهدف منه يا اخواني عدم رجوع رائحة الصرف اللي مشبوك عليه المكيف الى جهاز التكييف. فالمفروض انه الصرف البي تراب يتركب يتصنع بطريقة صحيحة ويتركب بطريقة صحيحة لنحصل على الهدف المنشود، وهو عدم رجوع الروائح من الصرف الصحي إلى جهاز التكييف. طريقة التصنيع، رح نبدأ بطريقة تصنيع البي تراب. البي تراب يجب أن يتكون من منطقة مرتفعة اللي رح تنوصل مع الجهاز التكييف، سواء باكيج يونت أو اندور فان كول يونت، والجزء المنخفض اللي بينوصل مع الصرف الصحي، مع وجود هالجزئية هذه لحبس المية أو لتكوين حاجز من الماء حتى الهواء اللي في الصرف الصحي ما يرجع مع الماسورة هذه لجهاز التكييف، وبالتالي نصير نشم روائح الصرف الصحي من جهاز التكييف تبعنا. نقاط مهمة جدا بالنسبة للصرف الصحي، بالنسبة للبي تراب. البي تراب إذا كان موصول مع مكيف صنية المي فيه داخلية داخل الصندوق، يجب أن يكون معه بنسميها air vent لموازنة الضغط في هالمنطقة هذه، وإلا بتصير المي لما تطلع من المكيف بتروح بتنسحب مع سريان المي، وبالتالي ما استفدناش شيء، ما حفظناش المي في المنطقة هذه. أما إذا كان الجهاز التكييف تبعنا صنية الصرف تبعه مكشوفة مش داخل الصندوق، فالفنت هذا ما بيلزمنا، لكن يبقى يلزمنا انه يكون عندي الجزء الموصول مع جهاز التكييف لازم يكون اعلى منه مع الجزء الموصول مع الصرف الصحي. فزي ما احنا شايفين بنوصل معنا الكابلينج، الكوع، التي، وبروح لكوع اخر وكوع ثالث على الصرف الصحي، مع ضرورة وجود فتح التنظيف او اللي بنسميها كلين اوت لتنظيف اي انسداد ولا اوساخ تتجمع عندي في المنطقة هذه. نقطة ثانية مهمة جدا بالنسبة للدرين تبع الصرف تبع المكيف، لازم نتأكد انه تركيب جهاز التكييف يكون بطريقة صحيحة ومستوية. في ناس بقول لك ركب المكيف مايل علشان الصرف يجي على ماسورة الصرف. لا أخي الكريم، صنية الصرف تبع المياه المتكثفة اوريدي محسوب حساب الميلان تبعها. إذا أنا لما بركب جهاز التكييف
يجب أن يكون مستوي حتى ما أزيد الميلان ويصير في عندي تنقيط. هذه نقطة مهمة جدا جدا. عملية ارتفاع منطقة توصيل جهاز التكييف عن منطقة الصرف نقطة مهمة جدا حتى أضمن أنه سريان المي من جهاز التكييف إلى نقطة الصرف. هذه النقاط مهمة جدا اللي حبينا نحكي فيها. شفنا بعض كتالوجات أجهزة التكييف المانيفاكتشرر تبع أو المصنع تبع نظام التكييف بيوري أنه ما في ضرورة للبي تراب. هذا صحيح في حال لو كان يتم توصيل الصرف تبع المياه المتكثفة من المكيف إلى نقطة تصريف أخرى ما إلها علاقة بشبكة الصرف الصحي، لكن المتعارف عليه عندنا هنا في المملكة أنه يتم توصيل صرف مياه المكثفة إلى نقطة الصرف الصحي، وبالتالي احتمالية رجوع الغازات والروائح قائمة. عشان هيك ننصح دائما بتركيب نظام البيتراب بالشكل الصحيح. هذا بهمنا جدا مشاركتكم للفيديو للناس اللي تعتقد أنه راح يستفيدوا منه، ونكون ممنونين لما بتحطوا لايك وشير لأي من أصحابكم. شكرا، يعطيكم العافية.